ولمناقشة الاعتداء الصهيوني الجديد في نابلس ومقتل 3 من المقاومين، معنا من الضفة الغربية الأستاذ محمد القيق، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. حياكم الله أستاذ محمد. بعد ساعات من اتفاق التهدئة في غزة، تشن قوات الاحتلال هجمة جديدة على نابلس وتقتل مجموعة من المقاومين بعد اشتباك معهم. بماذا يمكن تفسير هذا السلوك الصهيوني؟ نعم، هو السلوك الذي ينبني على أساس زمام المبادرة الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الرامي إلى تغيير قواعد الاشتباك والمواجهة التي أرستها معركة سيف القدس في العام الماضي. نعم، نفصل المواقع الجغرافية الفلسطينية عن بعضها البعض، وأن يستفرد بغزة بالحصار وبالضفة بالضم وبالداخل بالأشغلة وبالقدس بالتهويد، بينما الشعب الفلسطيني يتوسع في رقعة مواجهته ومقاومته ويريد أن يثبت أن الصاروخ من غزة يتلاقى مع البندقية في نابلس، يتلاقى مع المرابط في الأقصى، ليتوحد في حاضنة شعبية في كافة المحافظات الفلسطينية. المشهد السياسي هو صعب جدا نظرا للحالة الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الاحتلال، سواء بالتطبيع أو بالتنسيق أو حتى بالمحاباة للدور الأمريكي الذي يراهن على حشد القوى الإقليمية في الشرق الأوسط لملف الغاز وبديل الغاز الروسي في القضية الأوكرانية الروسية لدعم الأوروبيين. حتى الأوروبي لم يقدم إدانة واضحة بهجمات الاحتلال سواء في غزة أو في الضفة. هذا دلالة على أن المشهد يعطي ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي بمزيد من العمليات والقتل في صفوف الفلسطينيين لاحقا، ولا سيما أن الاحتلال يحاول أن يستفيد من هذه الجرائم من خلال يعني الاستفادة منها في البزار الانتخابي المنعقد منذ أكثر من سنتين داخل الكيان الصهيوني، والحكومات المتتالية والانتخابات التي تفشل وتعاد مرة جديدة. لا دخل بتاتا، ليس له علاقة ملف الانتخابات الإسرائيلية بالمشهد الأمني العسكري الاستخباراتي الإسرائيلي، لأن المطبخ العسكري بعيد كل البعد عن المشهد الانتخابي الشكلي في دولة الكيان. لذلك ها أنت ترى الآن التصعيد الكبير في وقت أولئك الحمائم، مع أنه من المفترض وحسب المنطق أن يكون هناك حالة من الدولتين والسلام وغير ذلك في ظل لبيد. إذن المطبخ العسكري والأمني هو الذي يستلم زمام الأمور، وهذا كله سواء الحمائم أو الصقور في إسرائيل لديهم قاعدة أن أمن المستوطن هو خط أحمر، ولو حرق العالم العربي عن بكرة أبيه أمام حماية مستوطن إسرائيلي واحد ليس لهم أي، لا يأبهون لهذا المشهد. لذلك المشهد الآن هو أمني عسكري. الظروف الإقليمية والدولية فرضت التعامل الأخير لدى قوات الاحتلال في إطار زمام المبادرة، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يسعى لتوريد الغاز إلى أوروبا، وهذا مقلق له في ظل وجود جنوب لبنان وحزب الله. هذه معادلة مهمة تهدد بأن حقول الغاز تحت النار إذا لم يعطى الإثنان حقه، وكذلك المقاومة في غزة بالإضافة إلى التوتر في الضفة الغربية. كل هذه البؤر تعتبر ساخنة. نعود إلى الضفة الغربية كنقطة ساخنة، و تصاعد هذه المقاومة الفردية أو ما يسمى بالذئاب المنفردة كما يطلق عليها الاحتلال، وبين الفينة والأخرى لا يمر أسبوع بالكاد إلا ونسمع عن اشتباك هنا أو هناك بالضفة الغربية المحتلة، عن اعتقال أو عن استشهاد كما حصل يعني يوم الثلاثاء، وبالتالي نحن أمام يعني مقاومة متصاعدة هناك على الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة. كيف نفسر تصاعد المقاومة في تلك الظروف؟ أول تفسير لهذا المشهد هو سقوط نظرية دايتون، الجنرال الأمريكي دايتون والجنرال الأمريكي مولر
الذين أقدموا على تدريب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوستو سيأتي ذكر. لذلك هذا السقوط بشكل مباشر للخطة الأمنية الأمريكية الرامية إلى الفلسطيني الجديد في ظل الفوضى المنظمة في الإقليم. الفلسطيني الجديد الذي أرادوه هو فلسطيني يؤمن بالسلام الاقتصادي، الضفة الغربية خالية من المقاومة وهي مضمومة تلقائيا للاحتلال، حالة من الحكم الذاتي الإداري الفلسطيني في الضفة وحصار قطاع غزة. جاءت رياح المقاومة بما لا تشتهيه سفن التطبيع والتنسيق. المقاومة في الضفة الغربية بؤرة جنين، بؤرة نابلس، بؤرة رام الله المتدخرجة، وحالة الغليان في بيت لحم والخليل، كلها مشاهد مهمة في التقرير الأمني التابع للشباك الإسرائيلي بأن الضفة الغربية لم تعد كسابق عهدها ولم تعد تحت وطأة التنسيق بقدر ما هي تواجه إما بالرصاص وإما بالعبوات وإما بالطعن والدعس وإما بالمسيرات. كل هذا المشهد لم يتوقعه الأمن الإسرائيلي، وبالتالي هو الآن في حالة تخبط ويريد أن يأتي في إطار عملية عسكرية اسمها كاسر الأمواج، بدأها في جنين ليقلم أظافر المقاومة ويحمل شعار أنني سأستفرد بكل مدينة وكل محافظة حتى يتمكن من إعادة السيطرة الأمنية بالتزامن مع خطته العامة إعادة هيبة الردع التي تكسرت وكان آخر تكسيرها في سيف القدس التي وحدت كل الشعب الفلسطيني خلف المسلم. كيف يمكن أن يكون ذلك السلوك العدواني حافزا للشعب الفلسطيني من أجل الاشتباك مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وخاصة أن الضفة سجلت في سنوات سابقة يعني تفوقا وتميزا واضحا في هذا المجال؟ الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيدا أن الضفة الغربية هي خاصرة الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة أنها المطلة والجبلية المباشرة على الساحل الذي هو يعتبر دورة الكيان بحسب اقتصادهم للأرض. لذلك سعوا بكل جهد وكل عزيمة وضخوا مئات المليارات من الدولارات لكي تكون الضفة الغربية هادئة ولا يعود لهم كابوس انتفاضة الأقصى الذي سجلت فيه الضفة الغربية قتل 1350 مستوطن وجندي ضمن العمليات الاستشهادية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يلعب على وترين، الوتر الأول تدعيم السلطة الفلسطينية المنبثقة عن أوسلو من خلال التنسيق الأمني، ثانيا منع أي انتخابات كي تفرز للشعب الفلسطيني من يمثله، وكانت آخر انتخابات أفرزت حماس في 2006 وتم فرض القيود على حكومة حماس وإغلاق كل الأبواب في وجهها والتعاون مع الإقليم والأمريكان ضمن إطار الرباعية الدولية التي حاصرت الشعب الفلسطيني. بعد هذه الانتخابات لم يحدث أي انتخابات، وكان قد عين الفلسطينيون بحسب المصالحة الفلسطينية انتخابات كان مفترض أن تنطلق في مايو أيار الماضي، إلا أنه باءت بالفشل وتم إلغاؤها. لذلك الإسرائيلي لا يريد جوا ديمقراطيا ولا يريد جوا ثوريا مقاوما، وسيبقي على هذه الحالة إلا أن الشعب الفلسطيني بهبته الأخيرة وحالة التكاتف ونموذج المقاومة والحاضنة الشعبية ونماذج غزة والضفة تحديدا جنين ونابلس من الممكن أن تشكل بؤرة ثورية جديدة تعيد للأذهان الانتفاضة المستمرة منذ 74 عام في وجه الاحتلال، ولا زال الترويض مرفوضا ولا زال التطبيع مرفوضا على على ذكر التطبيع، ماذا عن التنسيق الأمني حيث أن بعضا من هؤلاء الشباب الذين قتلوا يعني اليوم وفي الأيام الماضية على يد الاحتلال الصهيوني كانوا مطلوبين للأمن الفلسطيني وحاول اعتقالهم من قبل يعني بدعوى الحفاظ على حياتهم كما يقول دائما، هل تتوقع أن يتغير سلوك السلطة باتجاه آخر للحفاظ على مقدرات وأبناء شعبنا؟ المفترض أن يكون ذلك، وأشكرك على هذه النقطة التي أخذتها. التنسيق الأمني أي التجسس، وهو بين قوسين لدى الشارع الفلسطيني يسمى بالتجسس ولكن تلطيفا يسمى التنسيق الأمني. هذا التجسس هو ابتلاء
ابتلي به عدد من أفراد الشعب الفلسطيني. الآن الشارع الفلسطيني يرفض هذا النموذج، يرفض نموذج الترويض والتركيع والمال السياسي. والآن حتى في أوساط حركة فتح وهي العمود الفقري للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو سيئة بالذكر، هناك ململة واضحة بأنه وجب أن نعود لمرحلة الكفاح المسلح وأن نعيد لبند الكفاح المسلح هيبته، حيث شطب من الميثاق الفلسطيني في زيارة بيل كلينتون حينما أنشئت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. لذلك التنسيق الأمني هو مقبرة للمصالحة، مقبرة للمقاومة، مقبرة للديمقراطية، مقبرة للتحرر. انظر كيف علي، أنا وصفت لك التنسيق الأمني باختصار، ومقبرة كل شيء حيوي للشعب الفلسطيني. لذلك لا يمكن أن يستمر فيه عاقل أو يستمر فيه أحد يقول أنني مغبون أو أنني مشوش. الآن الطريق واضحة، الاستمرار في هذا النهج هو أمر خطير ويضع علامات استفهام واضحة على من يقود هذا النهج. أما أن التراجع وإعادة الإخوة الفلسطينية والوحدة الوطنية وخيار المقاومة بكافة سبلها، فهذا أمر مرحب فيه وطبيعي لدى الشارع الفلسطيني، بل وينادون فيه بإطار هتافهم في تشييع الشهداء للوحدة الوطنية والخندق المقاومة. شكرا لك أستاذ محمد القيق، الكاتب والصحفي الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.